الطريقة الثانية من طرق الإهلاك المعجل وهي طريقة مجموع أرقام السنوات أو سنوات الاستخدام، وهي كما ذكرنا من طرق الإهلاك المعجل، حيث يتم تحميل السنوات الأولى بقيمة استهلاك مرتفعة ويتم احتساب الاستهلاك على نسبة عدد السنوات. وطبقا لهذه الطريقة يتم حساب مصروف الاستهلاك أو قسط الاستهلاك كل على النحو التالي: تكلفة الأصل ناقص قيمة الأصل كخردة في نهاية عمره الإنتاجي مضروبا في عدد السنوات المتبقية من عمر الأصل في بداية العام على مجموع أرقام سنوات عمر الأصل. والمثال التالي يوضح كيفية حساب قسط الاستهلاك طبقا لهذه الطريقة. البيانات التالية متعلقة بإحدى الآلات: تكلفة شراء الآلة 400,000 ريال، قيمة الخردة المقدرة 50,000 ريال، العمر الإنتاج المقدر بالسنوات 4 سنوات. إذن الحل على النحو التالي: يتم حساب مجموع أرقام السنوات وذلك بناء على العمر الإنتاجي بالسنوات، فلما كان العمر الإنتاجي بالسنوات 4 سنوات، إذن مجموع أرقام السنوات عبارة عن 4 + 3 + 2 + 1، إذن مجموع أرقام السنوات 10 سنوات. ويتم حساب استهلاك السنة الأولى على النحو التالي: تكلفة الشراء 400 ناقص القيمة كخردة الناتج 350 في السنة الأولى في 4/10 على المجموع، إذن استهلاك السنة الأولى 140,000، وهكذا استهلاك السنة الثانية 350 في 3/10 105,000، السنة الثالثة 350,000 في 2/10 70,000 ريال، السنة الرابعة 350 في 1/10 35,000 ريال. إذن مجموع الإهلاك الذي تم توزيعه 350,000 ريال. القيد قيد اليومية في السنة الأولى لا يختلف، هو حساب مصروف الاستهلاك مدين وحساب مجمع استهلاك الآلة دائن بمقدار ما يخص السنة الأولى وقدره 140,000، ويتم تكرار القيد في نهاية كل سنة على النحو السابق ذكره بما يخص السنة من استهلاك. 4. هناك طرق أخرى خاصة للاستهلاك، ومنها طريقة المخزون، والتي يطلق عليها طريقة إعادة التقدير، وتستخدم هذه الطريقة للعدد والأدوات الصغيرة. ولتحديد استهلاك تلك الأصول يتم استخدام طريقة مشابهة لطريقة تحديد المستنفد من المخزون كما سبق ذكره، حيث يتم عمل جرد فعلي للعدد والأدوات أول وآخر الفترة المالية، ويتم حساب الاستهلاك السنوي بالمعادلة الآتية: مخزون أول الفترة زائد المشتريات التي تمت خلال الفترة مطروحا منه مخزون آخر الفترة يعطي رقم الاستهلاك السنوي، ويثبت محاسبيا بتخفيض هذا الأصل بقيمة المصروف على النحو التالي: حساب مصروف استهلاك العدد والأدوات مدينا، وحساب العدد والأدوات دائنا لتخفيضه بما تم استهلاكه. الطريقة الثانية طريقة الاستبعاد والإحلال، وهي تستخدم كأساس لاحتساب مصروفات الاستهلاك في الأنشطة التي تحتفظ بعدد كبير من الأصول المتماثلة صغيرة القيمة والتي يكثر استخدامها واستبدالها بشكل دوري، وذلك كما هو الحال في المنشآت العامة مثل عدادات الكهرباء والمحولات في منشآت الكهرباء وقبان السكك الحديدية وغيرها. وتختلف طريقتي الاستبعاد والإحلال عن غيرهما من طرق الاستهلاك الشائعة الاستخدام والسابق ذكرها في كونهما لا يترتب عليهما توزيع تكلفة الأصل على سنوات عمر الإنتاجي طبقا لأسس متسقة أو منطقية، ويمكن توضيح ذلك فيما يلي. طريقة الاستبعاد: طبقا لهذه الطريقة لا يتم الاعتراف بمصروف الاستهلاك إلا في الفترة التي تم فيها استبعاد الأصل، ويحسب مصروف الاستهلاك بالمعادلة التالية: تكلفة الأصل المستبعد القديم ناقص القيمة المحصلة من ثمن بيع هذا الأصل، ويثبت المصروف محاسبيا كما يلي: حساب مصروف الاستهلاك مدينا، وحساب الأصول دائنا لتخفيضه. طريقة الإحلال:
وأيضا طبقا لهذه الطريقة لا يتم الاعتراف بمصروف الاستهلاك إلا في الفترة التي تم فيها إحلال الأصل، ويحسب مصروف الاستهلاك أيضا عن طريق تكلفة الأصل الجديد ناقص القيمة المحصلة من ثمن بيع الأصل القديم، ويثبت على النحو التالي: حساب مصروف الاستهلاك مدين وحساب النقدية دائنا. والمثال التالي يوضح كيفية حساب قسط الاستهلاك طبقا لطريقة الاستبعاد أو الإحلال. إذا قامت مؤسسة السكة الحديد بإنشاء خط سكة حديد بتكلفة قدره 50 مليون ريال، ففي عام 23 قامت باستبعاد بعض القطبان تكلفتها الأصلية 10 مليون ريال، استبدلتها بأخرى تكلفتها 15 مليون ريال، وقد تم بيع القطبان القديمة بمبلغ 500 ألف ريال نقدا، والمطلوب حساب الاستهلاك وفقا لطريقتي الاستبعاد والإحلال. والإجابة بالنسبة لطريقة الاستبعاد في السنة الأولى والثانية والثالثة والتي لم يتم فيها الاستبعاد سنة 2021 و22 لا يحسب استهلاك، ونفس الكلام في طريقة الإحلال. في عام 23 وهو العام الذي تم فيه الاستبعاد أو الإحلال، عند الاستبعاد يجرى قيد اليومية الآتي لإثبات مصروف الاستهلاك مذكورين: حساب مصروف استهلاك القطبان مدينا ب 9 مليون و500 ألف ريال، وحساب النقدية مدينا ب 500 ألف ريال وهو القيمة التي تم بيع بها القطبان القديمة، وحساب الأصول اللي هو القطبان دائنا ب 10 مليون ريال. وعند الحصول على القطبان الجديدة يجعل حساب الأصول مدينا ب 15 مليون ريال وهو تكلفة الحصول على القطبان الجديدة وحساب النقدية دائنا. أما في حالة الإحلال عند الاستبعاد لا يجرى أي قيود، لكن عند الحصول على القطبان الجديدة أي عند إحلال القطبان الجديدة محل القطبان القديمة يجرى القيد الآتي: يجعل حساب مصروف استهلاك القطبان مدينا ب 14 مليون و500 ألف وحساب النقدية دائنا ب 14 مليون و500 ألف ريال.